ينضم إلي عبر الهاتف الإعلامي بعملية بركان الغضب السيد عمران الشتيمي. سيد عمران نرحب بك. أهلا وسهلا بك سيد فتي رحمن وأهلا بكل المشاهدين. نعم. سيد عمران لو تطعنا على آخر التطورات الميدانية في جل المحاور. نعم في محاور جنوب طرابلس تقدمت قوات بركان الغضب وعززت من مواقعها فيما يعرف بمحور الكازيرما ومحور عين زارة وتحديدا عند شيل السويحلي ومثلث الكهرباء. في هذا الهجوم وأثناء تعزيز مواقعها دمرت مدرعة تايجر إماراتية وعدد من السيارات المصفحة. في المقابل هذا نعم. اليوم أيضا وصلت ميليشيات حفتر قصفها العشوائي على الأحياء السكنية بعيد عن خطوط القتال وتحديدا خلف خزانات النفط، نتج عنها إصابات في بعض المدنيين. أيضا العربان شهدت بعض من المواجهات في محاولة من الميليشيات التي فرت من غريان سابقة للدفاع عن نفسها. نعم. وأيضا في محاولة لفك الضغط على بقية المحاور. نعم. أيضا تم سد هذا العدوان وإحراز تقدمات جديدة في هذه المنطقة. نعم، ماذا عن ضربات سلاح الجو سيد عمران؟ ضربات سلاح الجو الأبرز هذا اليوم ومن ساعات الصباح الأولى كانت في الجفرة. نعم. تحديدا وأيضا في منطقة العربان بالنسبة لمحاور جنوب طرابلس، لكن الأبرز هي منطقة الجفرة اللي كانت منذ ساعات الصباح الأولى حين نفذ سلاح الجو عدة ضربات استهدفت هذه القاعدة. نعم. هذه القاعدة التي تتخذها ميليشيات حفتر مركزا لإطلاق الطيران المسير الإماراتي ويتواجد بها عدد من المرتزقة من مشغلي هذه الطائرات وأيضا من المرتزقة الأفارقة. نعم. على الأرض من هم مكلفين بحماية القاعدة. نعم سيد عمران، هل تمركزت قوات الجيش الليبي في المواقع التي وصلت إليها؟ نعم بكل تأكيد هذا اليوم. نعم. تمركزت في مواقع جديدة عندما نتحدث عن أكثر من كيلومتر ونصف بعد شيل السويحلي أو محطة وقود السويحلي وأيضا مثلث الكهرباء، هذا تقدم جديد لم تصله من قبل قوات بركان الغضب. وأيضا في محور عين زارة عززت أيضا من مواقعها وأخذت مجموعة من الشوارع التي كانت تتمترس وتتمركز فيها ميليشيات حفتر، وقد أخبرونا بأن يعني كثير من المحلات قد أو أصحاب المحلات قد عادوا إلى محلاتهم وبعض الجزء بسيط من النازحين عادوا إلى هذه المناطق. وما زالت العمليات التي تمشيط باعتبار أنها منطقة مفتوحة ومتشعبة كثيرا هذه المنطقة، لكن في العموم قوات بركان الغضب حققت تمركزات جديدة وعززت من هذه المواقع وبقيت فيها. نعم، الإعلامي بعملية بركان الغضب السيد عمران الشتوي كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.